أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة أن الدعم والرعاية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لقطاع الشباب والرياضة يجعل من الحلم واقعا. وأضاف سموه إلى أن ما صنعه أبطال منتخب البحرين الوطني لكرة القدم من إنجاز بتحقيقهم بطولة كأس الخليج العربي في نسخته 24 يؤكد للجميع ما وصل إليه هذا المنتخب من جاهزية، من المهم مواصلة تعزيزها لتحقيق المزيد من البطولات على كافة المستويات. منوها سموه بأن ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستويات متميزة يأتي بفضل الدور الكبير للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. ونوى سموه بأن ما حققه المنتخب بالأمس أدخل الفرح إلى كل بيت على أرض مملكة البحرين ونشر السعادة في ربوع الوطن، مشيدا سموه بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو منتخب البحرين الوطني لكرة القدم في مباراته النهائية والمباريات الأخرى التي لعبها خلال منافسات بطولة خليجي 24 عبر منافساته للمنتخبات، وبالروح القتالية التي تحل بها من أجل الحصول على هذه الكأس الغالية على قلب كل خليجي. وأشاد سموه حفظه الله بالجهود الكبيرة التي قام بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة طوال الفترة الماضية، والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق المنتخب اليوم. كما أثنى على دور الاتحاد البحريني لكرة القدم والإدارة العليا للاتحاد برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائب الرئيس سعادة الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، والذي تكللت جهودهم ومتابعتهم المستمرة في تحقيق هذا الانتصار الثمين. وعرب سموه عن تمنياته لكافة اللاعبين والجهاز الإداري التوفيق والنجاح خلال المراحل المقبلة وتحقيق الانتصارات تلو الانتصارات التي تؤهلهم لتحقيق البطولات المختلفة التي يتمناها كافة أبناء البحرين.